الدرع رقم 42 معي الكابتن علي لطفي. كابتن علي، بطوله غاليه ومن اغلى البطولات وموسم صعب وموسم طويل، ولكن دايما الرهان بيكون على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. والله بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد ربنا طبعا على بطوله الدوري ومبروك لجماهير النادي الاهلي العظيم اللي دايما واقفين في ظهرنا، وان شاء الله بعدهم ان شاء الله خلاص قفلنا الصفحه بتاعه الدوري، وان شاء الله نستعد للماتش نهائي افريقيا، وان شاء الله نقدر نستعيد البطوله تاني داخل الجزيره باذن الله. عايز ابارك لك بصفه شخصيه والكابتن محمد الشناوي على رقم قياسي بيحقق لاول مره في تاريخ الدوري المصري، 28 كلين شيت، ده رقم قياسي النهارده بيحقق للنادي الاهلي. طبعا انا بحمد ربنا طبعا على الكلين شيت، وطبعا بشكر محمد الشناوي طبعا على تعبه الفتره اللي فاتت كلها، وتعبنا مع بعض، فالحمد لله دي نتيجه التعب اللي احنا تعبناه، وان شاء الله نوعد الجمهور بالاحسن باذن الله. طمنا على رجليك وايه الاخبار؟ والله مش هبان دلوقتي، هي كانت كادمه مع عمرو جمال في الانفراد، بس ردت في ركبتي في وتر الداخلي، فان شاء الله لغايه بالليل كده يعني نشوف الدنيا فيها ايه، لو في لسه في الوجع لسه موجود فاضطر اعمل اشعه بكره ان شاء الله، وان شاء الله خير يعني، يبقى حاجه خفيفه باذن الله. اشكرك يا كابتن علي وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. كملين معاك يا كابتن.